بحبهم كتير، لان يمكن انا عندي طلع، انا بالنسبه لي انا عندي اعاقه. كتير هيك بنتألم لأنه جد إنه الفرص كتير ضعيفة أمامهم. ما في عنا مراكز، ما في عنا جمعيات إنهم يحتووهم. كل ما بندخل لعالمهم أكثر كل ما بنفهم التوحد أكثر. هذول الأطفال نهائيا مش ماخذين حقهم. مش عارف، بس إنه هذا الاسم يضل يبرز يبرز يبرز، حلم كبير. اضطراب التوحد، هم هدول الأطفال بيعانوا من صعوبات، فيش عندهم تفاعل، فيش عندهم تواصل اجتماعي، فيش عندهم لغة أحياناً، أطفال في عندهم حركات نمطية كتير، أحياناً ممكن تنادي عليهم ما يعني تنادي عليهم تحسهم أنهم مش عمالهم بيسمعوك. نشتغل مع أطفال التوحد بشكل خاص بالنسبة لتأهيلهم لأنهم يقدروا يقوموا بكافة أمورهم الحياتية. إما بيكون الطفل جاي مشخص من دكتور أعصاب، يعني بيكون أصلاً هو محولهم عنا، فبيجوا بيكون معهم الريبورت أو التقرير الطبي، أنا بقرأه بحدد بشوف إيش المشكلة أو التشخيص بالضبط للطفل، بعمل له برضو التقييم العلاج الوظيفي الشامل للطفل. التقت الجمعية بمجلس إدارتها وبإدارتها إنه هناك مشكلة حقيقية في هذا الجانب وإنه لابد من توجيه بعض البرامج الخاصة بالمشرفين والكادر العامل مع أطفال التوحد، في نفس الوقت برامج تخص إعداد وتأهيل البيئة المحيطة فيهم في الجمعيات وتوجيه الاهتمام أيضاً للأهالي. احنا بنقدم الشكر اول شيء لمؤسسة بلد اللي اهتمت بفئة مهمشة من المجتمع، يعني اطفال التوحد، اطفال الداون سيندروم او متلازمة الداون، والاطفال اللي عندهم اعاقات مختلفة. الاهتمام جاء فيها بحيث انه تم مشاركة الجمعية مع مؤسسة بلد في تدريبات للمعلمين العاملين مع الاعاقات الذهنية. أخذنا تدريب مع في الفترة الأخيرة مع جمعية بلد للتنمية والإبداع. التدريب هذا كان كتير تدريب كتير شامل، كتير تطرق لكتير شغلات واستفسارات كنا دائما بحاجة إنه لإجابات عنها. التدريب هذا احتوى على جزئين، كان جزء منه يحكي عن التوحد والجزء الثاني كان يحكي عن التخصص، عن المهنية المتخصصة يعني في العمل مع أطفال التوحد. ساعدتنا بانه انا كيف بدي لما اعرف اي سلوك او اي تصرف صدر من هذا الطفل، انا صرت اعرف احلل هذا السلوك، ليش صدر منه هذا السلوك، شو الاسباب، شو الاشياء اللي خلت هذا الطفل يؤدي هذا السلوك. هاي الأجهزة بتساعدهم على التواصل البصري، بصير أقدر أنا يتواصلوا معي لما أحكي له أعطيني صورة مثلا الموز، يعطيني صورة الموز على أساس إنه في تواصل بصير بينه وبينه. إحنا طبعا نطمح في المرحلة القادمة إنه يكون في كل مكان في فلسطين ترفيهي أو ممكن يقصد أي طفل اعتيادي هناك مكان أيضا لهذا الطفل التوحدي حتى نساعد على دمجه في المجتمع. ارتينا إنه ممكن إحنا نحل هاي الإشكالية بإنه يوجد حديقة ألعاب في كل جمعية من الجمعيات اللي إحنا تقريباً متبنين العمل معها وعمل على تطويرها وتطوير الكادر، اللي هي 9 جمعيات الموزعة على المحافظات. بلشنا نشتغل مع الغرف الحسية. الغرف الحسية مش بس للأطفال التوحد، الغرف الحسية استخدمناها كمان للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، استخدمناها للأهالي، استخدمناها للموظفات. قديش كانت الغرفة الحسية لها أثر إيجابي موجود، قديش الطفل لما بفوت على الغرفة الحسية يعني من الأجهزة المواد الموجودة فيها قديش بتفاعل عنا، خصوصا التوحد عندك الملامس الموجودة فيها، الأضواء، التركيز. هاي لوحة بتربط الصوت والصورة، إضاءة، في عندك أطفال عندهم هايبر أكتيف يعني نشاط زائد، في عندهم لأ في إشي بيبقى نشاط، عندهم خمول، فهي الأصوات اللي بتعمل إشي العالي بحفز الطفل إنه يشارك ويصير نشيط، وفي أصوات هادي اللي عنده هايبر أكتيف لأ بصير إنه عنده هدوء.
نجحنا طبعا بمساعدة استشارية متخصصة وعلمية من ننشئ 7 غرف حسية موجودة حاليا ومتوفرة في فلسطين وتخدم أطفال التوحد، ليس فقط أطفال التوحد وإنما ممكن يستفيد منها كافة ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن احنا بنركز هون في برنامجنا على أطفال التوحد. احنا الجمعيات كنا نفتقد الى وجود هاي الادوات، طبعا هي فرعين، فرع منها بيعالج مشاكل نفسيه في الغرفه الحسيه، الاطفال عندهم حركه زائده، وكمان اللي متوفر في عده العاب راح يساهم في اعطاء حقوقهم في اللعب، في الترفيه، في التدريب. كان في وقت فراغ الاطفال كان مجسد في شيء يعني غير تاهيلي، كان شيء عادي، بس احنا من خلال جمعيه بلد الحديقه التعليميه اللي قام انشائها في المركز انه احنا اكثر نتعامل معهم، ويكون حتى في وقت فراغهم هو وقت تاهيلي ووقت علاجي لهم. هسا انا صرت بعرف شو التوحد، بعرف كيف اتعامل مع التوحد، تعريف التوحد، الجوانب الحسيه اللي بتكون بتحسس منها طفل التوحد. قدرت اوصل للثقه انه انا لما بشتغل مع هذا الطفل انا بشتغل صح، بشتغل في الخطوات اللي لازم اشتغلها، في المراحل اللي صارت في التدريج معروفه كيف اشتغل معه، شو الاولويات اللي لازم ابلشها مع الطفل. فاحنا كثير استفدنا بهذا الموضوع انه يعني زي كانه اعطانا الضوء الاخضر او انه من وين انت لازم تبلشي مع الطفل. مصطفى عمره 6 سنين، ما مش هالحكي اللي بيحكيه مظبوط، يعني قليل الحكي، بس الحمد لله من فضل الله يعني لما دخلت الجمعية هون وضعه تحسن، هلأ بيحكي بلفظ، بيستوعب، بفهم، بعرف هذا صح، بعرف هذا غلط. احنا بقايد دراسة وإنشاء مركز متخصص في التوحد، المركز رح يكون الأول في نوعه، مش يعني ليس على مستوى فلسطين لا بل على مستوى الوطن العربي. طبعا رح يكون في جزء من هذا المركز هو للدراسة وللأبحاث الخاصة بأطفال التوحد. في كتير مؤسسات على مستوى الوطن بحاجة لهذا التدخل اللي مش ممكن المؤسسة لوحدها تأمنه دون وجود مؤسسات زي مؤسسة بلد اللي تقوم بهذا الاهتمام وتهتم ب نوعية الخدمات اللي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة التوحد والإعاقات الذهنية المختلفة. جمعية بلد كانت الإيد الوحيدة اللي انمدت لهدول الأطفال، نتمنى إنهم يستمروا وما ينسوهم، لأنهم فتحوا باب وآفاق كبيرة لتوعية المجتمع لهذه الفئة، فئة أطفال التوحد. أنا بناشد الأهل إنه مش عيب إنه عندك طفل عنده إعاقة، العيب إنك أنت تخبيه، العيب إنك أنت ما تعطيه حقوقه، لأنه هذا إنسان أنت أماني مسؤول عنه، لازم أنت تعطي ابنك حقوقه كاملة، لازم تعيشه زي أي فرد من أفراد الأسرة الموجودة عندك وتسعى لتطوير هذا الابن. ليش إحنا ما نقيد بإيد إحنا نحقق حلم لأطفالنا، أطفال التوحد؟